صباح واهلا وسهلا على القناه. اليوم بدي اتحدث معكم، بعدني هون انا موجود بهواي، بعدنا عم نقول الوها لكل الناس، بس اللي كنت بدي اقول لكم انه انا هالمؤتمر صار له 3 ايام. خلصنا اول يومين تحدثونا عن الحاسوب الجديد سناب دراجون 8 جن 1، عن الحاسوب الجديد تبع الالعاب جي 3 اكس اللي فاجئتكم على التريد فيديو كمان، وشغله ثانيه كمان فاجئونا على الحاسوب الاي سي اكس تبع الكمبيوترات اللي حيكونوا اولويز اون كونكتد مع الويندوز 11. هدول الشغلات كتير عجبت فيهم، في كتير شغلات حكيوها. سو اليوم بدي أعملكم مثل كأنا مراجعة عن كل الإعلانات اللي صارت من كوالكوم بهالتك سمت بهواي بسنة 2021. يلا أنا طارق، شكرا جزيلا على كل الناس اللي عملوا اشتراك. خلينا نتحدث عن هالتك سمت من كوالكوم. كوالكوم أعلنت عدة شغلات بهالجمعة، خاصة عم نتحدث نحن عن التليفونات، عم نتحدث عن تطبيق أو طريقة جديدة إن نلعب ألعاب على شغلات معمولة بالحاسوب الجي 3 اكس، والآخر شيء حطونا إياه بالكمبيوترات تاعيتهم الأولويز أون كونكتد الأرم كورت الأرم باورد كمبيوترز. هلا هالثلاث شغلات أعلنوا عنهم كتير، وفي عدة شغلات كمان فرجونا إياهم. أنا حخبركم اليوم الشغلات اللي أنا متذكر فيها اللي متشجع فيها كتير لسنة 2022. أول شيء ما عندكم إشكال حتكونوا بتعرفوا مزبوط إنه 8 جن 1 حيكون أول شيء أنا متشجع عليه. ليه؟ لأنه التليفونات الفلاكشيب بسنة 2022 حتستعمل هالحاسوب، حنشوف عدة إمكانيات. الشغلات اللي فرجونا هي خاصة مع الاي اس بي الموجود هون، الإيمج سيجنال بروسيسور الموجود، عندنا ثلاثة منهم، رغم إنه هن ثلاثة مثل ما شفناهم السنة الماضية جددوهم، غيروا النظام، هلا صار فينا نسجل من الثلاث كاميرات الموجودة ورا بنفس الوقت، معناتكم فيكم تسجلوا بالألترا وايد بالعادية وبالتلفوتو بنفس الوقت حتى يكون عندكم ثلاثة فيديو وبينزلوا لكم يوم بثلاثة فيديو سيبريت عليها للكاميرا تاعيتكم، معناتكم فيكم تشوفوا الفيديو بعدين وتنقوا اللي بدكم اياه. إذا بدكم تغيروا النظام مثلا عم تصوروا صورة هون بهواي، بدكم تعملوا صورة أربعة شغلة، بدكم تاخذوا شيء صورة كثير كبيرة، فيكم تبقوا منها وتمشوها. والشغلة الثانية اللي كمان تحدثوا فيها انه عم بيركزوا انه ينزلوا قوة الحاسوب، مش بسبب القوة تاعته قد ايه بدنا نعمل شغلة فيها، بس القوة اللي بتاخذها من البطارية الباور كونسمشن حينزلوها حتى يكون عندنا الحاسوب يمشي احسن على الفور نانوميتر اللي جابوه هلا جديد، ويخلوا لنا التليفون يمشي ببطارية يستعمل البطارية بكمية نفسها. هلا الامكانيات كلها هيدي حنشوفها ان شاء الله كيف حتتظبط مع الشركات اللي بتتحطها بالكمبيوتر بالتليفونات تاعيتهم، مش بس الكمبيوتر تبعهم. ال 8 سي اكس حيكون بالكمبيوترات، ال 8 جن 1 حيكون بالتليفونات، والجي 3 اكس حيكون بالسيستمات تاعت الجيمنج اللي حطوهم جديده. هيدي الشغله الثانيه اللي بتحدث فيها كمان شجعتني كثير اللي سمعنا عنها اليوم، رغم انه ما فرجونا الا الدف كيت، هدول بسموهم ديفلوبر كيت. هيدي شغله بتشجعنا لانه عم بيقول لكم انه على اللي كوالكوم متفكر تعمل شغله للضارب ضد السويتش والضارب على الستيم تاك اللي انتم سمعتوه، ما بعرف شايفينه بعد، بس هدول الشغلات معمولين لنعمل جيمنج بورتابل. تليفوناتنا فينا نلعب على عمل جيمنج، بس صراحه الجيمنج لازم يكون كنترولر، لازم يكون عنده صوت مزبوط. السيستم اللي فرجونا عليه عندنا شاشه عليها 120 هرتز 1080 بي موجود عليها هونيك، 6.7 انش 6000 ملي امبير بطاريه، سبيكرز بيطلعوا لفوق، عندنا هيدفون جاك بنحط ميموري كارد، في عندنا كمان 5G وميليميتر ويف، في عندنا عده امكانيات لنعمل الجيمنج ونظهر فيها ونستعملها امتين ما بدنا وباي مكان بدنا. وهذا المهم كثير عجبني فيها كثير هالسيستم، رغم انه هيدي ديف كيت معناته هلا عم بيستعملوها لشركات الالعاب والديفلوبرز تاعيتهم. لهلا انه ما نقول انه هذا السيستم مزبوط وماشي بالديفلوبر كيت، معناته ان شاء الله بال2022 حنشوف اعلانات من شركات تانية، ريزر والكوالكوم عم بيستعملوا جي 3 اكس، وبنشوف كيف نقدر نعمل سيستمات للالعاب اللي نحن بنحبها على السيستم تبع اندرويد. يعني انتم بتستعملوا الاكس بوكس جيم باس، فيكم تستعملوا جوجل بلاي ستور، كل هالشغلات حتمشي مزبوط، وحيكون عندنا امكانيات كتير حلوه لنستمتع فيها العاب لما نكون مسافرين، لما نكون بالسياره، لما نكون بدنا نستعمل شغله غير التليفون تبعنا، بس نقدر نلعب العاب قد ما بدنا. اخر شيء بدي اتحدث معكم عن السناب دراجون ساوند، عملوا تجديدات كتير عليه لهالسيستم، وانا ما عم بحاول انه ما بدي اخبر شيء عن الكمبيوترات ال 8 سي اكس بعد لهلا. انا بالنسبه لي في عندنا اشكال، اوكي؟ السيستمات الموجوده عندنا ال 8 سي اكس معموله للكمبيوترات تكون اولويز اون كونكتد، عم تستعمل ويندوز. الويندوز لهلا رغم ويندوز 11 بعد ما عم يمشي على الكمبيوترات هيدول مثل ما عم تستعملهم شركه ابل على الام 1 تاعيتهم، هيدي الشغله في بعد في فرق كبير. لما منجيب كمبيوتر منهم لجوجل، مش لجوجل، من كوالكوم ولا من سي، نقول ثينك باد وهالشغلات، في شغلات لازم تستعملوها، بدكم تعملوا ايميليشن لتمشوا بروجرامات، بعد ما عندنا السيستم يكون مثل ما بتستعملوا الكمبيوتر تبع الانتل والاي ام دي، تفتحوا للكمبيوتر وبتنزلوا كل التطبيقات اللي بدكم تستعملوا عادي، هالشغله بعد ما وصلت لهونيك، وهذه شغله لازم نعرفها. لما بنوصل للمرحله هيدي، لما يصير ويندوز قوي بشكل انه نقدر نستعمله على الارم مثل ما بنستعمله على الاكس 86، حتمشي الشغله مزبوطه كثير فينا، وانا اعتقد هذا ان شاء الله المستقبل اللي بنشوفه من كوالكوم ومن الشركات الثانيه. كوالكوم عم تعطينا الحاسوب، عم تعطينا السيستم تبعهم كله قوي، وهذا اللي مزبوط فيها وكل شيء ماشي مزبوط، وانا امنيتي انه ويندوز حتظبطها. عشان هيك عم ركز زياده على الصوت سناب دراجون ساوند بدل ما ركز زياده على السناب دراجون اللي عم نحكي مثلا الكمبيوتر وال8 سي اكس.
جي 3 اكس مزبوط ال 8 جن 1 بفرجيكم هيدي مزبوطه هون، هن حاطين حاسوب بين بيكم موجود ورا بس من قدام عندنا الشاشه هيدي. السناب دراجون ساوند فرجونا عده شغلات انا مزبوط تشجعت فيها. اول شيء نويز ريموفل، الصوت اللي عم تسمعوا لحوالي عم بحكيكم هلا بينقام كله بيضل ركز علي انا، هيدا معمول على الحاسوب. في شغله فرق كتير لما بنشوفها معموله من شركات تانية بيستعملوا بروجرامات تانية، هيدي معموله لتشتغل على كل التليفونات اللي حتستعمل السناب دراجون 8 اكس ال 8 جن 1. الشغلات اللي مشايفينها من شركه تانية مثلا من جوجل ولا هيك شغلات معموله على تليفونات التنسر، يعني بتمشي على تليفوناتهم بس وما بتمشي معموله خصوصيا لتعمل النويز ريموفل. عاده بدنا نحطه بالكمبيوتر نعمل سيستم ونحاول نعمل شغلات لنقي من الصوت من ورانا ليمشي مزبوط. الشغله تانية اللي شفناها كمان عم بيحاولوا يركزوا على اللوسلس السي دي كواليتي، الموسيقى مثل ما بتسمعوها على السي دي لوسلس اوديو على البلوتوث معموله بالابتكس لوسلس اوديو، هيدي بتسمعنا الصوت بكواليتي اعلى من الصوت اللي عاده بنسمعه، لانه لما بنستعمل الاس بي سي ولا الاي اي سي على السماعات تاعتنا الصوت بينزل شوي بيقيموا معلومات منها ما بتبعت المعلومات بكل قوتها. هلا في عندنا سماعه تانية فينا نستعملها مثل الالداك وهيك شغلات، بس هيدي على القليله عم تستعملوها على السيستم التاني، هيدي موجوده بقلب التليفونات الكوالكوم، هيدي شغله مهمه لهم كتجديد منزلينه. واخر شيء كمان فرجونا انه عندنا البلوتوث الي، هيدي شغله جديده كمان حلوه عجبتني وشغلات بنقدر نعملها فيها هونيك، بنقدر نستعملها نبعث بلوتوث لو انرجي ليعملوا برودكاست مثلا. اللي هن فرجونا اياه هون انه فينا بنشوف نفرج فيديو مع الناس وكل العائله كلها بدها تقعد تسمع على السماعات تاعتهم بالبلوتوث او بيكون موجودين برا ما بدكم تسمعوا العالم كله، فيكم تستعملوا البلوتوث لو انرجي وبتبعتوا السيجنال من السيستم اللي عم بيفرجي الفيديو لكل التليفونات الموجوده هون او لكل السماعات والتليفونات الثانيه وبتقدروا تسمعوا على الصوت دغري من غير ما تعملوا اي شيء ثاني وكل شيء بيمشي مزبوط. شو في عندنا عده امكانيات حتمشي حلوه وانا عشان هيك متشجع. تسجيل فيديو من ثلاث كاميرات بنفس الوقت بتسمع على صوت بشكل رهيب احلى، هدول الشغلات اللي بتخلينا نستمتع تليفوناتنا اكثر وبتخلينا نشوف شو امكانيات وتكنولوجيا جديده جايه من شركه دراجون، وان شاء الله بنشوف شو بيصير. مثل ما عم بقول بنضلنا ناطرين نشوف شو الشركات حتعمل فيها، السامسونج الاوبو الون بلس كل هالشغلات والسوني كمان مع التليفون تاعيتهم لما ينزلوها بسنه 2022، رغم ان هن خبرونا حيكون في تليفون جاي من شركات بال 2021 قبل ما تخلص السنه مع موجود معهم ال 8 جن 1. ان شاء الله يكون عجبكم هالفيديو. انا منزل فيديو تاني كمان على الجيم على البنش ماركينج والجيمينج، هيدا حيكون فيديو كتير خصوصي حتى تشوفوا قد ايه قوه الحاسوب الجديد وكيف بنلعب الالعاب عليها، خاصه مع هالريفرنس ديفايس اللي عم بفرجونا اياه. هالتليفون منه معمول لينبيع بس علينا فينا نشوف الامكانيات السناب دراجون 8 جن 1 حتعطينا بسنه 2000 اخر 2021 وكل 2022 والباقي كمان وراها. يلا شكرا جزيلا على كل الناس للاشتراك، بشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجديد. تاكدوا انه تشوفوا الفيديو الثاني اللي نزلته، اذا ما عاملين اشتراك تقدروا تشوفوه من هونيك على الجيمينج والبنش ماركينج على سناب دراجون 8 جن 1. مع السلامه.